وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجاهدين الأبطال تم استعادة معظم الكتل اللي خسرناها. والعمل مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى لحد الآن، والعمل مستمر حتى تحرير المناطق اللي خسرناها وغير خسرناها ودحرهم خارج المناطق إن شاء الله تموا اللي استحلوها بدعم الطيران الروسي وطيران بشار وأحزاب بشار. مدفع 57، الله أكبر. يا الله يا رب. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله قريب والله. وداش باتجاه قيتا. الله أكبر. الله أكبر. لواء الحمزي. الله أكبر. تصدي تنظيم داعش تقريب داعش. الله أكبر. ضد محاولة تقدم تنظيم داعش باتجاه قريه بريغيتا. لواء الحمزي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مروحة تنفيذ.
نفذ بردين ثاني نفذ مروح برامين نفذ ثاني بردا وسلاما يا رب. ثلاث براميل يا مصطفى، ثلاث براميل شلفوا. صح نفذ تنفيذ ثاني مروح نفذ التنفيذ الثالث نفذ التنفيذ الثالث مروح نحن مجموعة من الناشطين المدنيين داخل مدينة حلب، نظرا للظروف اللي عم بتمر فيها مدينة حلب اضطرينا نشكل شيء اسمه لجنة النفير العام. لجنة النفير العام بتقوم بمجموعة من النشاطات، احداها كان اليوم علقنا فليكسات داخل المدينة نشرناهم في كل الشوارع والحارات. عم نحس العالم على الجهاد، عم نحس العالم على الثورة، عم نحس العالم على روح الثورة. والنشاطات اللي عم نقوم فيها كثيرة، كان منها تعليق الفليكسات وفي منها كمان تطويع الشباب والمدنيين الغير قادرين على حمل السلاح والغير مهيئين. عم نعمل لهم معسكرات داخل مدينة حلب بالتعاون مع مجموعة من الفصائل والكتائب. عم بيعملوا دورات على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بيكسيد، قناصات، كلاشينكوف، البارود الروسي. وبعد ما يصيروا جاهزين عم بيطلعوا على النقاط اللي داخل مدينة حلب وعم بتوجهوا الشباب اللي موجودين، شباب الجيش الحر اللي موجودين داخل مدينة حلب، كون انه هن عندهم خبرة كافية بعد 4 سنين او 3 سنين من الجهاد، فهن عم بيطلعوا على الجبهات الحامية. الحمد لله رب العالمين، في عنا مجموعة من الشباب قدمت طلبات وعم تعمل معسكرات الله، وفي مجموعة طلعت والتحقت بالنقاط.